نتائج اف ام الاذاعه الاولى في تونس. مرحبا بمرأة حياتها وهبتها للثقافه، للتنشيط الثقافي، للكتب وللكتابات صحفيه ولا كتابات متاع كتب، للفضاءات، فضاءات ثقافيه مهمه جدا في تاريخ البلاد، لقاءات في حياتها، علاقه مش ديما سهله مع السلطه، شاهده على عصر. هي جليله حفصيه. جليله حفصيه مرحبا بك، شكرا لك على قبولك. يعيشك. شكرا. يعيشك. مرحبا. يعيشك. ربي يفضلك. تشرفتنا برشا برشا اليوم بحضورك. شوي اخر باش نحكي معاك على عديد المحطات اللي بالنسبه لي مهمه. علاش مهمه؟ خاطر كي نعرفوا التاريخ يمكن 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 نفهموا شويه من الواقع اللي احنا فيه اليوم واللي هو ماهوش سهل. يلا، بورتري باي جيهان السليني. هذه جليله حفصيه. ضيفتنا اليوم هي الأديبة جليلة حفصية، من مواليد عام 27. طفولتها تعديها ما بين الساحل والعاصمة، وهي امرأة مثقفة رغم اللي ما قراتش برشا، عصامية في تكوينها وغرامها هو الكتب. هي تعتبر من رائدات الكتابة الصحفية النسائية في تونس، والصحافة مارستها مكتوبة في لابريس ومارستها زادة مسموعة في إذاعة اختسي. هي من جيل مجموعة من النسوة المثقفات اللي كانوا فاعلين في البلاد، كما توحيدة بالشيخ، شيرة بن مراد، دورة بوزيد، وحيدة بالحاج وغيرهم. ولكن جليلة حفصية كانت هي أول كاتبة تونسية تنشر رواية باللغة الفرنسوية، واللي كانت صندغ ألوب عام 75. كتبت زادة فيزاجي رونكونتر عام 81، لا بلوم ان ليبرتي عام 83، سودان لا في عام 92، وكتبت زادة انستان دو في كرونيك فاميليير على أجزاء ما بين 2007 و 2015. جليلة حفصية تعتبر من الأشخاص اللي اعطوا برشا للثقافة في تونس من خلال عديد الوظائف الإدارية والثقافية اللي شغلتهم، ولكن خاصة من خلال إدارتها لعديد النوادي الثقافية، من عزيزة عثمانة في البلفيدير، لكن خاصة نادي طاهر الحداد في المدينة، ومن بعد نادي سوفونيس في كارتاج. أكبر فترة عديتها كانت في طاهر الحداد، الفضاء اللي أنشأت فيه واحد من أهم النوادي الثقافية في العاصمة، وخليته منفتح على كل أنواع الفنون. استقطبت فيه شباب المدينة اللي برشا فيهم بدلوا هك القاعدة على العتبة قدام الدار بالمشاركة في النوادي الثقافية. وبما أنها على زيجاتها ثلاثة، اختارت ما تجيبش صغار، فإنها كانت تعتبر شباب النادي الكلهم ولادها. مرا مذخمة عندها ريشة بلاش تكبر، تعرف تحكي وتعرف تستاذن، وبفضلها هي نادي طاهر الحداد كان محطة لجل المثقفين اللي جيوا لتونس. استقبلت فيه أسامي كبيرة كما الكاتب السوداني الطيب صالح، والمخرج المصري يوسف شاهين، والفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو. اللي مكنها من هذا هو شبكة العلاقات الكبيرة اللي عندها مع السفارات ومع دوائر الحكم، بما أنها كانت مقربة من الكوب البرجيبة، وكانت زادة أصحاب مع أغلب وزراء الثقافة في الوقت هذاك. على يد جليلة حفصية، نادي طاهر الحداد عرف زادة نشأة النواة الأولى من النسويات اللي من بعد تفرع عنه جمعية النساء الديمقراطيات واللافتورد ولجنة المرأة بالاتحاد العام التونسي للشغل. داخل المبنى هذا اللي هو المخزن متاع دار الأسرة في نهج التريبيونال، كانت تهتم بالشقيقة والرقيقة، بجنينة اللي تتلهى بها نوارة نوارة، للكراسي والطواول وكل التجهيزات. هي مرأة مجدية وتحب كل حاجة في بلاصتها. في علاقتها بالناس اللي تخدم غادي كان عندها صعب بالمحبة، تشجع الشباب وتدافع خاصة على حقوق العمال اللي معها، وهذا اللي خلاهم يحسوا للفضاء متاعهم وينتميوا ليه. حبها البرجيبة وإيمانها بأن صانع الدولة الحديثة هو اللي خليها ما تحبش بالكل بن علي من اللي تولى الحكم، لينو فات بها الحكاية بخروجها بطريقة خايبة من الفضاء اللي كانت تديره وقت اللي بدلها الكوب والمفاتح. الناس اللي ما تعرفش جليلة حفصية يمكن يتفكروها بطرفة من خلال الكاميرا الخفية شافوها في رمضان، وقت اللي قرر عبد الحميد قياس يبيع الزلابية والمخارق قدام الفضاء الثقافي اللي تديره في كارتاج. المستحيل وقت اللي شاكمة هذية يتحط هوني يزمو تصرح للبلدية، فهمت؟ في أي بقعة مانيش في فوضى هوني. لا مانيش في فوضى، قانون حفظ سلامة النظافة موجود. كان كل واحد ياخذ طاولة وياخذ حلويات ويمشي يحطهم قدام مركز ويقول أنا عندي حق من حقوقي باش نبيع. أصلا هذا مركز هو. مؤخرا جليلة حفصية صاحبة المسيرة الثقافية بامتياز، نهار 3 أكتوبر 2019 في اليوم الوطني للثقافة يبسمها الرئيس السابق محمد الناصر ويعلق لها الوسام الوطني للاستحقاق في القطاع الثقافي، استقبال كبير في قصر قرطاج. أسلمة جليلة حفصية، مرحبا بيك. يعيشك. 40 56 60 سنوات هذه ساعة نبدأ من البداية سوسة،
عندك حنين خاص لسوسة تحبها؟ أعز حاجة عندي هي سوسة. أنا تولدت في سوسة سحرية أنا من طرف بابا أمي خاطر من تونس. تولدت غادي وقريت غادي عديت الشهادة متاع السيرتيفيكاتيتود فهمت وعديت بعد 3 سنين وعرست بعد فهمت زعما نسمى كما يقولوا بالفرنساوي أوتوديداكت. أي صحيح تعلمت عصامية التعليم. أما من بعد الكتب هما اللي عوضوا إذا الكل تنجيهم الكتب تنجيهم تنحكيوا عليهم الكل. ألوغ حنين خاص السوسة من بعد تجي تونس وتجي وزارة الثقافة. وزارة الثقافة محطة مهمة جدا تلقى فيها برشا عباد تحبهم أنت مثلا أليبوك شكون؟ نعزهم. هي وزارة الثقافة كيف ما تعرف بدأت تكونت خاطر ما كانش موجودة قبل عام 1962 وهي سي شادي قليبي وقتها هو اللي تكونها. دونك بديت نخدم معاه. أما وصلت بعد مع سي محمد العليوي وصلت بعد مع سي محمود المسعدي وصلت مع شي باشي بن سليمة وهل الناس هذوما الكل عمره ما كان فما أي مشكلة بيني وبينهم. وبالأمثل ما يزمنيش ننسى سلمين الشابي اللي هو كان وزير متاع التربية القومية وبعد ولا أول رئيس متاع اللجنة الثقافية في الجمهورية التونسية. ممتازة. وبش نحكي عليهم من الولايات وبش نحكي على 13 ولاية وعلى دور الثقافة وعلى سوفنير. نرجع شوية ل 56-60 والبورقيبة بني وطني أليبوك ما نخدمش هنا 60 نعرف لكن أليبوك كان عندكم اعتزاز وافتخار كبير ياسر. شنو كنتوا تستناو من الاستقلال؟ شنو كنتوا تستناو من اللي جاي؟ شنو كانوا أحلامكم في بداية القرن وقتها؟ شنو كانت أحلامكم؟ أول اللي يظهر لي الحاجة الأولانية اللي بلادي تكون مستقلة. بلادي كانت عايشة اللي أنا عشت كل وقت هذيك فهمت في استعمار أي ما يكون. الحاجة اللي يلوجها أي شخص يظهر لي مش مسألة حاجة عظيمة اعتيادية نوجه بلادي تستقل. ومانيش نولي ضدك الناس هذوم في المستقبل احنا يلزمنا الناس نتفهموا مع الناس الكل وهي مجتمع العالم وما يظهرليش فخرة باش واحد يقول أي حد يقول عملتك الحاجة هذيك وقت قبل الاستقلال ولا لوش كيفاش نعمل الاستقلال. هذا واجب على أي شخص باش يخدم البلاد على خدمة البلاد على حب البلاد على حب الوطن. نرجع شوي آخر ونحكي عليه خاطر مسيرتك الكل حقيقة مرتبطة بتونس ارتباط عضوي مهم ياسر. هذا نحكي عليه أنت تقول اللي على بكري الثقافة كانت هاجس عند لي باتيسور دو لا ناسيون. هاجس كيفاش؟ كانت موجودة في دور الثقافة في الولايات على بكري الثقافة كانت موجودة؟ وقت اللي تكونت وزارة الثقافة عام 1962 تكون زادة اللجنة الثقافية هذوما ما عاش موجودين الحاجات هذوما بالقيمة متاحهم كل وقت هذاك. الناس يعرف وزارة الثقافة فما سي شادي قريبي ولكن فما سي طاهر جيجا فما عبد العزيز قاسم فما إلى آخره فهمت بيير أوليفير رضا زيلي منصف شرف الدين. رضا زيلي كان في لجنة التصوير منصف بن عامر زينة محجوب فما هالناس هذوما الكل دوا كان فما أنيلون ماذا بيا نعبرها بالعربية ما نسألش هبة نوع من الهبة هكاك زعما الناس كل بلادنا باش تفوزوا بها ولا هكاك. وكل الناس اللي كانوا غادي كرجال ونساء زعما ما نجمش ننسى اللي كنا عندنا كيف الكتلة مع بعضنا ما فماش هذيك مدير ولا هذيك وزير ولا كل حاجة هذيك. واللي هذا خدمتي في كل وقت هذيك مع سي شادي قريبي وبعد مع سي محمود المسعدي وبعد مع سي محمد العليوي وبعد مع سي بشير بسليمة نسميهم خاطر عمري ما صار حتى شيء بيني وبينهم. قلت لي وناس خليوني نخدم حرة على روحي. على فكرة الحرية مهمة ياسر فكرة مهمة الحرية. كبيرة ياسر في الثقافة. نعرف هني باش نرجع لها فكرة الحرية شوي آخر وقت اللي نحكي على بلاس باستر وقت اللي نحكي على طاهر الحداد وغيرهم. أنت طول عمرك تقول محكوم فيا حتى حد صحيح
صحيح فهم محكم فيك حتى حد للي جاب لك شوية مشاكل. هات نمشي مثلا لبلاس باستور. وقتاش وقتاش قالوا لك باش تشد بلاس باستور باش تشد الفضاء الثقافي الأول نتاعك؟ أنا وقتها سميت في اللجنة هي هذيك صحة باستور كانت قبل بيتو برا متاع العساس متاع البلفيدير. الرئيس بورقيبة هو اللي حب يكون وقت عمل اتحاد النساء حب يعمل زادة نادي للنساء قبل ما نجي أنا مانيش نخدم أنا فهمت. ولهذا بناو دار غادي كون فيها هي نسائية منهم لصفية بن عاشور منهم حبيبة زاوش اخره كلب عزيزة عثمان فوالا اكزاكتومون سامي وكلب عزيزة وهي مدراك فهمت. انا وقتها مرة ما نخدمش مع راسي على روحي انا بديت نخدم محسوب اول 1965 أوله مع رسا بالشهر ولا شهرين ما نمشي مع رئيس بورقيبة مع رسا بولد عمك ومع رسا وقت هذيك العروسات ما حاجة أخرى نبدأوا في حياتي الخاصة هذه تحكي لي على الخدمة ما نجموش نخلطوا عشان نرجع لها نرجع لها خاطر مهمة ياسر في علاقة بخياراتك زادة بعد مش مشكل واللقاءات اللي صار. دونك عزيزة عثمانة كمل لي الهدرة دونك عزيزة عثمانة زعما خاطر احنا بعد قالونا وقت كان الوزراء وكل طلبوا اللي نسميه النوادي باسم الكبراء ولا شكون داكور وقتاش خلطت البلاس باستر وش عملت فيه الفضاء هذا وش حبيت تعمل فيه؟ انا الفضاء هذا معايا ومعايا زيدا برشا من اصدقائي الساده اللي هما زيدا كنا مع بعضنا الخدمه عمرها ما امنتها بتاع شخص واحد فهمت بالنسبه لي مجموعه عاونوني الساده بتاع الكليه زعما كانوا معانا في هو كانت هذه سياسه الوزير بعد فهمت اللي طلب منا في كل واحد اللي مسؤول على الثقافه ماذا به يطلب من الساده ولا من الكتاب ولا اخره باش يكونوا زيادة مو كل واحد يجي فكرة مانيش الفكرة الكل عندي انا فهمتك دونك انا كنيسة دونك ولاو حبيبي ولاو حبيبك ولاو حبيبي زعما خدمت معاهم يقولوا اي بيان سور يقولوا لي انت قبلت ياسر اليسار في الفضاء هذايا سيتي ان اونتر دو لا غوش كانت كان اليسار ما نعرفش نسال فيك انت تعرف انا عمري ما طلبت بون كيف بديت باليسار بديت باليمين وباليسار كيف بديت بصح باستور فهمت ولا بالنادي وقتها بالمجد اللي كانوا يجيو كل وقت هذيك كانوا مثلا ما نتفكرش بالضبط ما نفكر نجيب الشابي ولا بوسف الشابي برشا من هذوما زيتي جون على ليبوك تو موند زيتي جون مي زافي ما عادش بعد باك هذوما ما عادش جون حتى حد هو مي انفان بون دونك هذوك جاو غاديك وحنا قعدنا كل الوقت هذيك حتى عملنا ليكسبيريونس سوسياليست دون لو موند عرب سي تري امبورطون هذيا باسكو سي تا سمو مورلا لي تفويت هذيك محمود ترشونه تكلم على ليكسبيريونس سوسياليست دون لو موند عرب وتوفيق بكار تكلم على التجربه الاشتراكيه في الجمهوريه التونسيه غشوا عليك؟ لا ما تغشوش انا عمري ما كان عندي غش الا بعد لا مش مشكلة هذي جيلو هذو ما عمره واحد عمره وزير ما تخش معايا كما قلت لك الكل لاسي شادي قريبي الله يذكره بخير لاسي محمود بخير اي بورتون بلاس باستور نو بلاس باستور سي الانتيريور كافي سا الو جستومون اسكو جستومون صحيح اللي سكروا امن الدولة ليبوك افيك اليغونس امن الدولة بوكو ديليغونس امن الدولة جاو حكاو معاك واحد برك هو مش زينة شكونه هو سي احمد بنور اش قال لك؟ ما قال لي شيء قال لي جاي لي شنو حوايرك نعرفوا من وين يعني هذوما اش قال لك؟ شنو حوايرك كل الدرب ياكل شيء قال لي بربي جاي لي حاشتنا بنوادي بالطريقه هذه حاشتنا بنادي لي زوفيسي لي زوفيسي لي زوفيسي نون با ان اندروا وباقي يطلبوا فينا وكل شيء بس لو تلقاو حاجه اخرى وكل هذيك صارت زعما اي كيفاش قريتها انت جليلة حفصي؟ نو سماي نيرفي بيان سور جوستومون كيفاش قريتها؟ علاش فهمت هو ما قاليش طريقة اما هما كانوا اسمعني خاف في كل وقت هذيك كانوا يقولوا
الجماعة اليسار واليستخيم غوش كلها بحرية جليلة في ساحة باستور. بون كما قالوا بعض حاجة أخرى نخلطوا هذيك، ولكن أنا حتى يقولوا هي حتى في الرئيسة وكل شيء ما يضحكوا ولا حاجة ما جاوش حلموا. أما هي صارت وقت اللي صارت الكونفرنس لا كونفرنس الكولوك على وقتها الحكاية وفات تاع السياسة الاختيار السياسي الاشتراكي دخلنا في سياسة أخرى هذيك هي وتجبد بار دي جون اللي هو يعرف قاعدين يتكلم الناس حتى للشارع. الوغ جوستومون هو هذا اللي صار، الناس حتى للشارع في الكونفرنس هذيا كولوك في الكولوك هذا ويمكن السلطه في وقتها السلطه سا ديبون خلطت البورقيبه الحكايه ما خلطتش نشوف يا خاتي بورقيبه هذه نشوفوا كيفاش بورقيبه الى ريكوبيري لو كو من بعد كيفاش بورقيبه عرف كيفاش يتصرف دار حديد الوغ ماشين لل لل اما با تي دو فواياجي مون فواياج افيك بورقيبه اي دقيقه هاني جاي وهاني جاي السفره نتاعك للشرق الاوسط برشا نجم يقولوا لنا يا وليدي اش قاعدين تخرفوا؟ اش بكم تجبدوا في تجبدوا في في المخبي؟ على حد تقديري ممكن ياسر ما نجموا نفهموا وضعنا كان ما نرجعوا شويه لتاريخنا. بنات الوطن، مسارات، خيارات، لقاءات، وتشوفوا كيفاش مع جليله حفصيه ضيفتنا اليوم في ربع ساعه الاخر من حصتنا نحكيو على اليوم واللي صاير في بلادنا من مراجعة لبعض المكتسبات. بطبيعة الحال قاعدين تسمعوا في ميديشو ولا تسمعوا في حصص نتاعنا الاخرين اللي يوميا يتعاملوا مع الاكتواليتي شود مع الاحداث الانية السخونة فما منها. احنا نهار الاحد ناخذوا وقتنا في عقلنا وناخذوا مسافة ونسمعوا. اليبوك كان فما عبد الوهاب مثلا، تحبوا عبد الوهاب؟ يو ما نحبوش. حبوا برشا عبد الوهاب. حبوا برشا. شوية في بريفي، ميسالش شوية في بريفي. ها؟ بيان سور، تو، تو تي بريفي، اللي تحب. شوية خلطة نمشي لطاهر الحداد ونمشي الفضاء خارق العادة. قول على لازم على الشرق. تنقول. ثلاثة زيجات. ها؟ تخوا مارياج. تخوا مارياج ان كوفان. لا عرش القفة شكون جابها على ايبوك نهزوا الكنستروات لولاني مع حد من العائلة عرفت فيه عرس عرفت فيه البهرج من بعد عرس لولاني خاطر عرسوني خاطر عرسوك احكي لي اي انا عرست بزيت ما غلقش 16 سنة زعما وقتها سيدي في عزيزي بومي خاطر بو بابا بابا بيدو ما عرفوش توفى الله يرحمه عمره بابا خليه عمره عامين اما دوك عشت في دار عزيزي عزيزي بو امي عبد الجليل الزوج هو اللي كان يخاف عليا خاطر وتعرف بناته عرس هو ولاده عرس حبيت هنا عليك حبيت هنا عليه دونك عرسني مع ولد خوه ابسوليومون ولا مو تعرف تصير هالحاجة دونك عرست اللي هو أكبر مني مش برشا يمكن عمره شي 10 سنين ولا عرفت الكراهب وعرفت عرفت الكراهب عرفت الكرهبة أنا كان فما كرهبة أنا اي عرفت الديار الكبيرة عرفت البرجوازية انت بيدك ليه ما عرفتوش مهم بعدين خارجة من كل وسط صحيح 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 ليه مش على حاجة زعما وفوق من هذا زعما نحمد ربي أنا ينجموا يدوروا في القصورات ما جو مون كونتر فو من بعد يجي العرس الثاني عرس اللقاءات مع جماعة اليسار وعرس اللقاءات احكي لي على العرس الثاني هذه العرس الاولاني العرس الثاني خاطر تبدل خاطر انا عرفت راجلي وحدي عرست في كل وقت هذاك بعد الاستقلال دونك هذه خاطر انا عرست شويه طريق قبل وخرجت تسكن وحدك زيد ان سارتان مومون ايوا مش ان سارتان مومون خرجت وحدي بعد ما تلخت خرجت نسكن وحدي اما هذيك هذا في شجاعه كمان على ليبوك انا عرست ما قعدتش محسوب قعدت ثقيله قالوا لي تنتي بزيد كيف تلخت تعرس انا عرفت راجلي وقتها بزيد كيف هبطت من فرنسا توفيق بن برامي سي دكتور ان دوا وفي الحزب هو ما انا ما عرفتوش خاطر الحزب عرفته كما نعرفوا في الميكرو في الميكرو في الميكرو كنت كيما اي واحد انتم توا تعرضوا الناس زعما الوغ كان عرس اللقاءات خاطر فيه عرفت برشا ناس زاد كيف عرست مع زعما عرسنا الشرق قبل ما يبدا الحوادث دونك دخلنا التكاكت في الحوادث دونك فك الطريقه نتاع الحوادث عرفت جماعه الحزب عرفت بالاخص سي طيب المهيري الله يرحمه ويذكره بالخير الراجل العظيم فهمت تحكي على احداث 56
تحكي على أنا حركة على أنا أحداث لهنا. هذا قبل 56 قبل 56 أنا عرست الشرق قبل ما يبدأ الحوادث متاع تونس لاستقلال تونس. لاستقلال تونس كان أكبر فرحة في حياتي, يظهر لي أكبر نهار في حياتي. ممتاز. سي لو بلو بو جور دو ما في. خاطر الشعب التونسي الكل خرج للشارع, ما يعيشش واحد ما ينجمش يفهموا. زعما الناس الكل خرج, فماش هذا برجوازية وانتلكتوال غوش ولا طوال. الشعب الكل خرج. تتذكروا النهار هذاك؟ تتذكروا شو نتذكروا؟ انا عندي انا هذيك اكبر احسن حياة. زعما الناس الكل فما اللي مشاو لحق الوادي سنه في بورقيبة مروح. لا ما مشوش الحمامات, انا مشيت لنهج بوخريس خاطر فما غاديكا دارهم غاديكا مقابله في بطحة اللي ولات بطحة الزعيم يا بعد بطحة الغنم قبل فهمت زعما. وبعد انا هذا مازال ما فماش طار حديد ولا شنو مازال لا فما حتى شيء, ولكن بورقيبه عنده معنى. وما مع راجلي انا قعدت زعما قعدت بزيد مع راسي, مش قعدت عام ولا اثنين, الاولاني قعدت عامين ثلاث سنين, ما الاخر قعدت 14 سنه زعما حتى بعد الاستقلال. والزيجه الثالثه زيجه الثالثه جات ابري 14 سنه دو مارياج طلقت وعرست مره اخرى. ف سي با جو سي با. كنت تسمع نعرف اللي انت تحبس. انا ما عندي حتى شيء فيما يخص الرجال اللي عشت معهم. اي عزوني وعزيتهم وناس علموني برشا القدر, عشنا بالقدر, حبينا بعضنا وعرفوني في برشا حاجات كما انا ان شاء الله عرفتهم ببرشا حاجات. وحتى كيف المكتوب تنحى حتى واحد منهم ما مشي للمحكمه وحدي ما حبوش يجيو. اسمها هان انت تحبها زي دابل باليوكو. اسمها هاني شو لادور تحبها موت عليها تغني بحذايا نهار لحد جليلة حفصية. مرحبا يعيشك. يا مرحبا يعيشك الشرف ليا. مرحبا يعيشك. ألوغ بعد تسكيرة بلاس باستور فافا انت تقول بالنوع من اللباقة جاو قالوا لك حشتنا به كلوب دوفيسيي جيت تشين تهر الحد. اي وقتها سي محمود المسعدي كان وزير نتاع الثقافه. اي بيني وبينك ما كانش حتى في علمي اللي تسكر الاخر. بون بغيف ما كانش في علمه المسعدي. لا ما كانش في علمه. دونك سي محمود المسعدي كان ديما يحب يحيي المدينه. اي بون دونك وقتها الدوله خذيت دار الاسرم. الدوله باعانه مع اليونسكو هي خاطر كانت طايحة كلها. كان مخزن شنو كان مخزن بخلف المخزن هي بيدها دار الأسرم بيدها كانت تعبة. كانت هما عائلة كبيرة وكل شيء وكل لما الكبار مات وكل شيء كما للوحدة. هو حب يحيي المدينة, يحب كل شيء من المدينة. دونك هو فوق كان سنة المدينة تخدم. صحيح راهو على ما ماهوش أنا برك خاطر أنا كيف تعرفي من مانيش وحدي نعمل نمن بالجميع فهمت. قلت على ما عاشت على ما طار حديث نجح وإلى غير نيسي استنى قبل النجاح نهار تلفتيح سي محمود المسعدي. نهار الافتتاح اش صار؟ أنا في الافتتاح نتاع طاهر حديد الرئيس بورقيبة شبيه اللي هو يسمع الإذاعة من خمسة بتاع الصباح. اي اسمع اللي باش يشدي شنو نادي طاهر حديد يخ. وهو فهم سياسين الدور كيفاش خاطر فما حكايه طاهر حداد فما حكايه المراه يعني سيمبوليك فوالا فما رمزيه ودو هو سي لوي كافي با ان اوتر. دونك جي دشن قال انا كلم الوزير وقالوا انا ندشن نادي طاهر حداد. وهذا كنتوا في بالكم بيه انتوما مثلا؟ نو غيان دو تو. الوزير ما في بالوش في الميكرو مدام الوزير ما في بالوش حتى حد ما في بالبو. هو يسمع في الاذاعه في الخمسه تاع الصباح وتعرف فما البرنامج يحكيو وهو كان من الوزير قالوا انا ندشر حتى حد ما يدشر انا. دونك جا مع وقت الشادي خريبي كان مدير الديوان نتاعو صحيح وبعد مع السي محمود المسعدي والوالي والرئيس البلديه الى اخره. دخل الباب محلول نتاع النادي الوادي ما فما حتى بوليسيه الناس كل غادي حتى الخوانجيه كانوا موجودين. ولهذا كي بعد منهم كما محمود المرزوق منصف المرزوقي يقول كانوا منعوه هذا كذب خاطر كان بورقيبه نو يلزم يقولوا وقت اللي كان بورقيبه هو جاء وتكلم. هذا الكل تنحكيو فيه تنحكيو على اشعاع طاهر الحداد وكيفاش طاهر الحداد مشاو يكبر. اونتخ تو
في وقت من الأوقات عيتوا لك السفرة مع بورقيبة للشرق الأوسط. بزلت في ساحة باستور. وقتها مازلت في ساحة باستور. هذيك الرئيس بورقيبة وقت اللي جا ماشي للشرق شهرين مع الديليغاسيون هذيك كبيرة طلب من سي طيب المهيري حد يمثل المرأة. سيب المهيري كان وزير الداخلية. طلب منه حد يمثل المرأة. إيوا قال له نحب امرأة تمثل تونسية امرأة تونسية. سي طيب المهيري خدم ما عرفنيش بورقيبة وقتها. سي طيب المهيري الله يرحمه قال له فلانة جليلة حفصي. جليلة حفصي. ألو مشيت أنت تقول كان فما نوع مش نقول نوع هي تقول التونسية كانت فخورة بمكتسباتها لكن أنت تقول أنت عملت لقاءات محليهم في البلدان هذوما وتقول لي بورقيبة كان كوريو كان يحب يعرف كل شيء وقت اللي مشى للسفرة أحكي لي عليها شوية السفرة هذه. شو السفرة هذه بدينا بالشرق بدينا بمصر احنا مصر ودايغ أم كلثوم أعطت سهرة على للرئيس بورقيبة وبعد هذيك مشينا مشينا للسعودية وبعد السعودية وتعرف مشينا القدس ولا ما باش نحكي مش باش نحكي هذيك الكل زعما كل بقعة اللي مشينا نسيو نسيها جاو يدقوا على الباب باش يقابلوا بورقيبة نسي العرب منه فيروز باش يقولوا له أنت الرئيس الوحيد العربي يعطي قيمة المرأة هذه أنا ما نقولوش هذا في التاريخ هذا هو هذا أنت تحكي عليه بحنين كبير لا صحيح هذا لا لا بيسير صحيح ما نجمش أنا ما نجمش هذه كل بقعة اللي مشينا العربي عملوا له القوق فيروز جات في العشية وحدها دق على الباب قالت له أنت أنا ماهيش مثل في لبنان في لبنان في لبنان في بيروت, في بيروت. قالت له أنت الرجل الوحيد وأخرين جاوا معاها ما نيش نقولها من راسي أنا هذا صحيح هذا دونك هذا الكل عشت وانت قريبة من تعتبر نفسك كنت قريبة من بورقيبة قريبة من دوائر الحكم تعتبر نفسك محظوظة في هذا جليلة حفصية هو صحيح كلي في الوقت هذاك كيف بدا الوقت هذاك انا نعرفهم على خاطر راجلي كان في الكفاح معاهم اي فوالا وبعد راجلي كان مدير الديوان تاع سي احمد المسيري في الداخليه دونك الناس هذوما الكل كان يجوا يجيونا وكانوا ملتقيات في كل وقت هذاك بون فما ناس كانوا في الحبس فما ناس كانوا بعاد الى اخره كان مسؤول هو سي المهيري ولكن وقتها سياسة الحزب كانت الملتقيات مع نواب الفرنساويين إلى اليمين خلى اليسار كانوا موافقين باش يجيبوهم باش يقبلوا استقلال تونس واللي كان الملتقيات كانوا يسيروا في داري وكل شيء ينظموا سي طيب المهيري ألوغ باش نعمل التنجيزة هذه عملنا اون بارونتيز على السفرة نتاع بورقيبة واللي كنت موجودة فيها نعمل التنجيزة نتاعي لطاهر الحداد ألوغ وقتاش تدخل لطاهر الحداد سنة 1974 فا 73 نقولوا ديبي 74 ديبي 74 قعدت قريب 14 حتى أنا بيدي ما عادش نجم نعطي حتى شيء عطيت اللازم ما يسالش ما يسالش نحكيو عليه طاهر الحداد من مخزن مسكر لتقريبا أحد أفضل الفضاءات الثقافية في البلاد أنا عندي ليه حنين خاص على خاطرها باش نعمل لك اون كونفيدونس أنا مثلا المدينة اكتشفتها من خلال طاهر الحداد ومهرجان المدينة إيفيدامون ونتذكرك نتذكرت كيفاش كنت تسول وتجول في الفضاء ما يحكي معك حتى حد شو ما يحكي معي حد لا معناتها قراراتك كانت, كانت مهمة قراراتك بالنسبة للفضاء شنو الوصفة سيكوا لا روسيت شنو الوصفة اللي خليت طاهر الحداد يعرف الإشعاع هذاك هي المبدأ المبدأ قبل كل شيء اللي أنا في خدمتي أعطوني حاجة اللي أنا نتحسس بها ونحبها الثقافة ونحب الناس تحب الناس نحب الناس نحب الشباب نحب زعما نخلي له حرية تامة وهما الأولاد هذوما من ساحة باستور النادي طاهر الحداد عمرهم حتى واحد يكون إلى اليسار ولا يكون خوانجي ولا يكون اللي يحب لا قلقني زعما خلي هذيك ساحة باستور خاطر حاجة ضيقة وكل أما نادي طاهر الحداد كانوا بالمية موجودين عمره ما صار لي مشكلة مع الطالب ولا أنا بالقدر بقليف قلت لهم السواقر في القاع قالوا لي ما عندناش طقطقات مشيت للمدينة شريت لهم طقطقات وانتهى
عمره واحد بيبي بيرويا محلول اللي يحب يدخل يتكلم معايا يدخل معايا كلهم قدروني. انا نذكر الفضاء اصبح فيه في وقت من الاوقات لقاءات ادبيه الضيوف من طراز عالمي، من بعد مهرجان المدينة زاد أصبح أحد فضاءات طهر الحداد دي سبيكتاك. هذه بتاع المدينة سنة غينا بغافك الكلب طهر الحداد أي كل البلدية تعمل فيه متفاهمين ولو هما القاع الكل تعسى خفية، أما على منجح نادي طهر الحداد بظروف الناس الكل فهمت اللي سي محمود المسعدي فهمت تفاهم جاني وتفاهم جاني وقال يعني تفهم على رئيس البلدية وقالوا نحب ناخذ الدار الكل. هذا زعما نحكي لك شيء صحيح بو نحب قال رانا تفهمت أنا وياه ووافقني رئيس البلدية نحب تولي الكل دار ثقافية كاملة في وسط المدينة. بون هو كانوا يعزوني ويقدروني ياخذ قدرهم الكل قال لي وانت تذهب هذا قال قلت له أنا سي محمود برش عليا Oui, هما sont des intellectuels ces ministres là donc il y a un monde entre avec les autres فهمت من بعد معناتها العجين من بعد عندك انت انت اللي ترسي لك فهمتك لا لا اما كانوا يسمعوني يتكلموا معايا بشير بن سلامه ولا محمود ولا محمد يعني ناس تتكلم معايا ولا الشادي خليبي زعما ماهوش الناس مهم ياسر هذايا الحومه طاهر الحداد عمل إشعاع زاد على الحومة وعلى أولاد الحومة للي هما استبنوا الفضاء وولوا يدافعوا عليه بالنسبة لهم استهناكي وي على خاطر الكوتي سوسيال سيتيفو دو لا مدينة بدل بعد الاستقلال اللي كانت في سكنين كانت فيها العائلات البرجوازية التونسية التونسية الكل قبل الاستقلال يسكنوا في وسط المدينة بعد ما جاء الاستقلال شيء تبنيه في مشاو للبونليو شيء بنيه والمنزة وقتها بزيرو بتبنيه شكون يجي جيو الأكثرية الناس من الجنوب اللي هما هلاس sont toujours méprisés par les autres فهمت اي alors donc هما اللي جيو يسكنوا غادي حاب يقول انا خدمت غادي مع الشباب وكلهم محسوم من الجنوب نبدا الاولاد والبنات الاولاد ولا البنات دونك كان كل يوم فما بنيت واحد 100 واحد الاكثريه نتاع الجنوب نبدا ابدا نتفكر حتى الباب اللي بحذا الباب كان وقتها بو فاضل خليل الله يرحمه اللي كان سفير نتاعنا بو وهذيك زعما بنته عرست لها من جنوب هما زاد من قفصه وعرست لها مع ماجد خازن اللي هو من نفطة واللي هو من مدينة عرست لهم في النادي جيل حفصية كنا نحكيه على طاهر الحداد رغم الحاجات اللي تبهتني شوية سيكو طاهر الحداد من بعد انت تعمل فيه بيبليوتك فيها آلاف الكتب من لا شيء صنعت هالبيبليوتك هذه عندك علاقة خاصة بالكتب كانوا موجودين معك مليون انت صغيرة انا عملت مكتبة بعدها في حتى في ساحة باستور اي نعم no. وعملتها هوني خاطر باش نحب نجيبك الناس هذوك خاطر الناس كما قلت لك انت الشباب اللي كانوا في النادي تاع الحداد نو غينا فواغ افيك اللي كانوا قبل غادي اللي في المد يفو فيان فواغ لو شو هذا فهمناه ماهيش نفس البوبيلاسيون مش اللي كان يصير في بلاس باستور صار في تاع الحداد مش نفس الشيء وقتها خاطر باش نفهمك اللي الناس زعما الاكثريه كانوا ناس تاع الجنوب الاكثريه ما نقولش الناس الكل ولكن صحيح بون دونك انا الحاجه اللي ماذا بيا يبداو يقرا ولو كان عملت حاجه اللي هي باهيه هي اللي رديت بعض اولاد باش يقراو يقولوا لي لا وما نجمش علاش ما تنجمش فهمت الكل هم ولاو يقراو بو هما خاطر يحبوا يقراو ولكن الحمد لله يعطيتهم زعما فرصه وبعدها كونا ندوات كونا نوادي الموسيقى كونا نوادي شكون كان اي نوادي الموسيقى داكور نوادي الموسيقى اتنقول نوادي القسيمة نوادي السوسيولوجي نوادي الاداب نوادي النساء الى اخره الو في نوادي الموسيقى هو اللي نجح اكثر والاكثريه الاكثريه كانوا الاولاد نتاعي اللي رعيت لهم الاولاد نتاعي كيما جيت خازن مثلا فهمت وخرينا زعما فهمت لهنا زاد اللي يهمني هو انه في وقت من الاوقات فما نواه
الأولى يمكن للافتورد للنساء الديمقراطيات للحركة النسوي. هذا ريتو أنت وشاركت فيه إيه؟ ووقت اللي جاء وقالوا لك أربعة بنات رانا باش نعملوا نادي نسوي قلت لهم مرحبا. كيفاش صارت العملية هذه؟ شنو اللي صار الحركة هذا؟ لو كنت تحكي لي عليه شوية. أنا كانوا بنات وولادي وهذه زعما سي تري امبورطون زعما مش كان هما جاو فهمت هما وقتها جاو اثنين ولا ثلاثة وطلبوا بدا يحكيوا معايا إلى أخيه وما حاجة به يعني يحبش يعملوها فهمت وديما نحب نسمع الناس أنا بكل صفة فهمت بكل صفة عندي أنا قد ما نجم أي منا نعاونوا المرة في القضية متاحة قد يلزمنا نقدمه زعما أنا موافقتهم وماشية معاهم ولو أنا ما دخلش في حتى نوادي حتى لا عمرك دخلت في حزب لا لا حزب ولا في نوادي لا في حد شيء أنا يلزمني نسمع الناس كل ما نجمش كما نقولوا كما نجدوني بالفرنساوي جامي يو دامبيسيون بوليتيك أنا مرة لا نحب نولي وزيرة لا نحب نولي نايبة في مجلس الأمة أنا نحب الثقافة نحب نحضر في المسرح نحب نكون مع الكتب والموسيقى الكتب اللي عطيت منهم كل واحد شنو هذا اي الكتب اللي عطيت منهم جزء كبير للمكتبه الوطنيه انا كتبتي خليتهم بعد الموت كلهم للمكتبه الوطنيه فهمت مع مدام رجا لبين اللي هي رجا لبين سامحني مدام رجا بن سلامه بن سلامه اي قلت لها الكتب نتاعي ليه فانا نعرفها يا زيده من البنات نتاعي كما نقولوا فهمت دونك رجا تفهمنا نواياها وصحت الأوراق صححنا الأوراق وتفهمنا اللي الكتب هذوما الكل والعائلة تعرف الكل الكتب متاعي الكل نعطيهم للمكتبة وطني سني با امبورتون سي نورمال. من بعد وقت من الأوقات يجي فضاء سوفونيزم في كارتاج ألو سوفونيزم كارتاج أنا اخترت انت اخترت احكي لي عليه كيف صارت العمليه بالضبط انا بعد 14 سنه في الستار حداد حق عيت انا زيد خلق العاده عيت لي سي شادي قريبي اي خاطر زيد عايل روح حتى تاع الليل الى اخره كل مره لازمك تخمم كنت تروح الا ما توفى النشاطات كنت اذا كان فما سبيكتاكل انت من الاخرانيين اللي يروحوا كنت تحضر ما هذيك هذيك خدمتي فهمت نعرف لي خدمتك ولكن زعما انا بيدي عيد ما عادش واحد ينجم ديما يعطي نعرف لي خدمتك جليله حفصيه مي في وقت من الاوقات اعطيت من الوقت ما عادش نجم فهمت في وقت من الاوقات انت طار الحداد وطار الحداد انت زاد هذا شرف كبير في كارتاج وقتها سي شادي قريبي كان رئيس البلدية كما قلت لك أنا من مرة لونة طار حداد كان سي محمود المسعدي هو اللي كون هذاك وعديني وبعد سي محمد علي وبعد سي بشير بن سلامة يفوتوا منهم خاطر كلهم كانوا باهين معايا بكل شيء غادي عيط لي سي شادي وقتها قال لي سي شادي قريبي اللي هو راجل مثقف برشا قال طول عمرنا نحبوا نعملوا نادي ثقافي في كارتاج اللي هو مش موجود توا وفينا البني اللي قدامنا وخممنا عليك انت حتى قالوا هو اجتمع معايا مع الاعضاء نتاع البلديه سي رضا الكاهي ابو بكر مبروك الى اخره فالناس الله يخلط خاطرهم الكل دليله زويري كانت مديره نتاع نتاع لي سيكارتاج اكسيتيرا بون الوغ قلت قال لي اما نعلمك ما عندناش فلوس عندنا 400 دينار وانت دبر راسك اللي يذكر بخير قديش 400 دينار شهريتي شهريتك 400 وزيتها نتاع لا فام دو ميناج او 200 نقولوا 200 اما هو انا عندي نوع الهبال نتاع هذا نوع الهبال نوع من التحدي معناه لا زعما باش نكون قاعة اخرى حاجة باش جديدة نبدأ حاجة جديدة مع الفنانين النوفو بيبي النوفو بيبي اي انا جي في ابل ا مي كاماراد يا مي زامي يونيفرسيتير اي اوتر اللي هما عملوا كيف كيف سي سا سي تري امبورطون باس سي سا كي نو با امبورتي لي زوتر فهمت هذا الكل اللي هز الفضاء هذه فهمت خاطر واحد ما يخدمش وحده هذا باقي انا موا 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 شنو موا موا موا
سي اونتو سا. باهي باهي لهنا دونك تقول لي مجموعه كامله فضاء سوفونيز بشويه بشويه ياخذ بلاصتو ياخذ بلاصتو في الزيت. انا اخترت خلوا لي الشختار وهي سوفونيبيا خاطر سيت اون فام هي تونسيه كارتاجينواز فهمت ولا لا؟ اي سيت اون فام كي ا بريفيري مورير فهمت بلوتو كو سو روندر ا روم. هي قال شرف اي شرف قتل كارتاج ne se rendra jamais à Rome. Donnez-moi le poison qu'elle t'habni. Les cassettes motifs, tu vois, c'est trois ans. Et elle est morte avec le poison. Elle faisait. Alors, Mra, c'est une femme qui m'a dit qu'elle est militante. Ou t'habbe bled. Qui fait? Oui, enfin, qui fait? Il ne faut pas exagérer. T'habbe bled. Ce n'est pas. Vous êtes militante. Je suis militante. Je suis militante. Oui, je suis militante. Je suis militante. Je suis militante. C'est normal, je trouve. Alors, le harche, je t'en casse Zlébia, quand même, Fada Sophonibia. جابها رؤوف كوكا اللي قدم له تحيه كبيره ياسر على خاطر البارح انا جليو التليفون ويسلم عليك برشا ولدي من وليدي هذاك وقياس سلم عليه قياس لبس لبس بالكدا عبد الحميد وجاب الزلابيا نصب الطاوله كاميرا كاشي في رمضان عرفت سوكسي انكرويابل شهره لا فما لا فيسبوك ولا فما لا ريزو سوسيو ولا انستغرام فما التلفزه التونسيه والناس تفرجت فيك واكتشفت جليلة حصية المرأة المجدية كل السيسة اللي ما زهرتش على الراجل وقالت له يهز عليا حاشيك ليلة كنت معاه رايضة كيفاش صارت كاميرا كاشيرية في كلمتين أنا الحقيقة زعما بيتا كيفاش خذيت خاطر هما كما قالوا الأولاد والبنات متاعي متاع نادي دار الحديد قالوا ما راهوش عجب قالوا هذيك طريقتها هذيك هي نعرفوها اللي يعرفك ما بهتش اي ما زعما قال هذيك هي طريقتها فهمت هو ما عمل ما عمل لي حتى شيء هو باش انا نقوم نسيح عليه والكل اما انا ساعه جاتني باهته بون جاتني باهته كيف خرجت انا وقتها جاني اخو سي حسين فانتا كان قبل في البلديه خاطر من بيرويا ما راش الخوم نتاع البلديه اي قال لي انت سرحت للراجل تاع باش يبيع الزيبيا قلت له انا الزيبيا خي انا نخسر الفدك ولا حاجه قال لي الزيبيا وقال لي بيع غاديك قلت له برا قول له قال لي انا شدخلني علمتك كنت عامل يظهر لك بعد بالدرج انا قمت مشيت نقع بت خاطر هذه سي كارتاج وفيها السيد الاخر اي فيها السيد الاخر انا جاي انه السيد الاخر قلت له شو عامل هوني انا ما نعرفش علاش نحكي لكم حتى حاجه ضيقه خاطر بعد ما صار تليفونات وشنو في هذه الحكايه انا من غدوة مشيت لالمانيا في خدمتي زعما استدعوني بون دونك قعدت حتى بون قلت الحمد لله مشيت خاطر بداو الناس الزهر الخضار كل شيء فهمت بعد بنهار مشيت قلت باش نرتاح وصلت الغادي وجو من حبيبي مصفى فبقيت نخدم مع سفارتنا بيان سيغ فهمت بون والناس كل في بالها كلها تفرجت في الوطنيه انا قلت لها باش نرتاح هذا خدم خوينا من الخارج هاي جيت هاي جيت هاي جيت سي انكرويابل زعما اي تحيه كبيره تحيه كبيره للحظه ما نعرفش علاش الاولاد نتاعي نتاع نادي تاع الحداد قالوا هذيك هي تبعتها زعما انا مره ما بين قوسين فهمت اي تفضل 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 نسمع فيك جاو جوج بوليسيه سوفونيزم اي لي موش سوفونيزم في تاع الحداد داكور انا دون جي رئيس بورقيبه من غدوه من غدوه جاو نو سوس بوليسي ما قال كيما قال لي المدير نتاع لا من شكون اللي بعثهم هذا ما شو يحبوا بور دير كو سني با دو تو ما يفال فيغ دو زين قال لي شنو مدام خاطر جا الرئيس البارح الاولاد مسيبه توا باش يطلعوا على الطاولات وكل شيء قلت له انا طاولاتي باش يطلعوا على الطاولات فهمت قلت له بربي سامحني ماهيش كليه هوني هاي هوني قاعه ثقافيه دونك هذا يعطي فكره على طريقتك في التعامل مع الفضائيات الثقافيه قلت انا مراه حره استقبلت وخليوني حره خليوك حره استنى بوندور ريجيم دو بورقيبا راني جيت خليوك حره استقبلت يسار استقبلت اسلاميين استقبلت ناس كل بن علي سنا با مارشي ملي جاء عبد الوهاب عبد الله تبدلت الامور شنو اللي صار؟ قال فيك كلام قلت انت كلام ملي جاء زين عبد بن علي ساعه ملي جاء زين عبد بن علي اي خاطر عبد الله نبوفي با باغلي وقت بورقيبه متفاهمين بن علي شنو اللي صار بالضبط علاش الغضب خلط الكارتاج ها؟
علاش الغضب بخلات الكارتاج؟ باغاب. علاش الغضب بخلات الكارتاج؟ كيف وصلت الكارتاج بدينا التنشيط، بدينا التنشيط نتاعنا كما كنا نسيرو قبل. وهذه بعد ما سي شادي قريبي ما عادش ولا تفهمنا. وبعد تبدلت الدنيا الكل، تبدلت. لا لا، جي ساعة سيمون سكاويش وكان ساير معايا خلق العاده. وقال لي كيما كنت تخدم اخدم على روحك. بون. ولا ولا يجي يحضر وكل كل حاجه تتقال. جا سي بن علي. بون. جا سي بن علي وسورتو عبد الوهاب عبد الله. اللي هو كان قبل مدير نتاع لابريس. وكان قبل مدير الديوان نتاع سي شادي في وزاره الثقافه. بون، انا ما بيني وبينه حتى شيء. أما ما عندي حتى علاقة خاصة معها. دونك كان كيف ولا غاديكا قال لبن علي بون أنت مع شكون تواصل في الثقافة؟ متواصل مع المثقفين والأساتذة والفنان هذاك هو، فهمت؟ وتلوج حياتك تجيب الناس، خاطر حق من كل واحد باش يتكلم. وكل واحد يعلمني حاجات ويعلم الناس حاجات. قالوا له بن علي؟ قالوا له؟ قالوا بن علي ما تجيب، قالوا ما تجيب تعيط للناس كان اللي يكرهوك واللي يقطعوك. فوالا. تجيب اللي يخدموا ضدك. هذا اش قالوا له؟ وهو قبل بطرف بافا ما حتى هشام جعيط اللي يتكلم وميشيل فوكوك. ميشيل فوكوك صحيح. خاطر كنا نخدموا برشا زاده مع المراكز الثقافيه الفرنسويه الاكثر، فهمت؟ قالوا له راهي تجيب في الناس اللي ضدك. قالوا ما تجيب وما تخلي يتكلم وما تعيط كان الناس اللي هما ضدك. من غدوه انا كانت عندي مراه ضيفه بحذايا. مشينا على خاطر كان فما معرض بتاع مرت بادي بن ناصر الله يرحمه. اي اي صحيح. وكنا باش نبداو. حكيت على الحكايه هذه انت. اي من غدوه باش يبدا الافتتاح بتاع ميشيل فوكو. باش يشاركوا فيه ناس زادة من الأجانب وشاركوا فيه دي فيلوزوف توانسة نتاع الكلية دايوغ نظمناها معاهم. بون، كيف وصلت أنا وحبيبتي صاحبتي نقاسي على برشا كراهب وبرشا ناس، خاطر هما بكل صفة ما كانوش ينجموا يعملوا هذا. أي واحد يفهمها إلا بأذن من رئيس الجمهورية. ما ينجموش يعملوا هذا، ما ينجموش أي حد، فهمت؟ لقيت التبلوات في القاعة. الوالي خاطي، تلقى تبلويات في القاعة. الوالي كلموا عبد كلم هذاك شو اسمه بن علي، كلم عبد الوهاب عبد الله، كلم الولايه. الوالي اللي انا ديما عندي عليه خاصه مع الولايه. شنو صار؟ تلقى التبلويات في القاعه؟ قال اي، قالوا ادخل ودقدق الوزاره، سي لي مو كي امبلوي، ادخل ودقدق دقدق القاعه الثقافيه، دقدقها ان شيف ديتا، يدقدق الثقافه. توت ايتي باغتيغ، كل شيء في القاعه. التابلوات في القاعة، الكل شيء في الباب. وش عملوا؟ بدلوا الكوبات تاع البيبان الكل. أبدأ بيرويا، كيف حطيت المفتاح ما نجمش ندخل، فهمت؟ ما نجمش ندخل، حتى عيطت المعتمد، هو اللي كان معتمد ونائب، خاطر ما عادش فما رئيس بلدية. بكل حد الدنيا كل تنحاو، كل شهرين يبدل رئيس البلدية. رحلت الدنيا، رحلت. جاي قلت من فضلك كيفاش تسكروا الباب؟ حلوا الباب، خلينا ناخذ دبشي. قال لي فخاف انا مسام مسكين، فهمت؟ شكون ما يخافش وقت بن علي؟ مي با موا ان توكا. ما خفتش؟ ما خفتش، خاطر انا ما نحب حتى شيء. سي سا اوسي، ما دامك انت ما تحب شيء نجم تصير في الحياه. الو جيلا حفصيه، مازال دقيقه من زمان. لو فواياج دو بوكيبا. لا حكينا عليه. بار كونتر فما أمال الحمروني من البحث الموسيقي اللي تسلم عليك برشا وتقول شكرا شكرا ألف شكر. السيدة جليلة تطل علينا كما عهدناها، شابة ندية يقظة، كما احتضنتنا، كم احتضنتنا، كم حرصت كم حرصت تجربتنا نادي طاهر الحداد، وهي فيه كان خيمتنا، كنت خيمة الجميع. سي اكسترارديينير، حاجة عايشها، يعطيك الصحة، يعيشها. ميرسي امال، ميرسي امال. البحث الموسيقي وتجربه خارق العاده. يا اخي الفستيفال نتاع الاغنيه الملتزمه اللي تعمل في مع لابريس في عامين الاولانيين من سوفونيزم عملته انت؟ ليه الفني الفن؟ اي اي الاغنيه الملتزمه. لي كنت نحكي على الاكثر، هي على الكتب، نقد على الكتب. وعندي صفحه عن سامره في الشيء. الو لهنا مازال لنا تقريبا من با دقيقه، من با خلطنا للنهايه. شباب اليوم، ثقافة اليوم، اش تقول عليها جليلة حفصية؟ باش نعطيك فريمون دقيقة خاطر ماشيين للأخبار. أنا الحقيقة ما نجمش نحكم عليها من غير حكم. اش تقول لهم الجيل هذا؟ اش تقول فيها؟ نقول له
زيد قدم 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 وقدم وكافح على نفسك العمل. وحق من حقوقهم العمل اي وواحد يلزمهم يعاونهم فهمت يلزمهم يعاونهم يعاونهم في الميدان اللي هما يلزمنا كمان عن الثقافه هي اكبر حاجه في الحياه الشخص ولهذا هالاولاد هذوما اولاد وبنات فهمتوا ليه اللي هما الاكثريه عملوا الثوره هذه حق من حقوقه باش واحد يعاونهم ويلوج مشيرة أخرى زادة فما إمكانيات تاع الحكومة اللي هي زادة على قدها على قدها فهمت دعم شوية من هكا وشوية من ربي وإن شاء الله نواصلوا يعيشك جليلة حفصية بارك الله فيك شكرا لك على اللقاء هذا معاك ميرسي شكرا 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 لكم أنتم الكل شكرا لك يعيشك يعيشك بارك الله فيك ضيفنا الحصة الجاية باش يكون السيد مختار الطريفي اللي معاه باش نرجعوا للساقة نتاع حقوق الإنسان في تونس اليوم وقت اللي عديد المكتسبات مهدة خلينا نعرفوا شوية تاريخ الناس وتاريخ الحركة الحقوقية في تونس أي أنا ماشي لا جليل أنا جاي أنا وصلك محلى ضحكتك ومحلى طلتك ومرحبا بيك وشكرا لك